السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو استكمالا لسلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. سلسلة الفيديوهات دي عاملينها ومجمعين فيها كل أنواع العربيات اللي تم عليها تخفيضات علشان الناس تبقى عارفة أنهي عربيات فعلا تم عليها تخفيضات حقيقية وأنهي عربيات كان فيها تلاعب. النهاردة هنتكلم عن تخفيضات ميتسوبيشي إكسباندر 2019، والتخفيضات دي تخفيضات كويسة بحوالي 25,000 جنيه. اتفرج على الفيديو، لو عجبك ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة ميتسوبيشي أعلنت عن تخفيضات ميتسوبيشي إكسباندر 2019 بشكل رسمي. التخفيض كان ب 25,000 جنيه مصري على جميع فئات العربية دي، وشفنا قبل كده إن شركة ميتسوبيشي خفضت برضو ميتسوبيشي إكليبس في موجة التخفيضات السابقة. شفنا تخفيض كتير من العربيات من كافة شركات سيارات تقريبا في الأسواق المصرية. دلوقتي بنشوف تخفيض من ميتسوبيشي في عربيتها ميتسوبيشي إكسباندر السابعة راكب، اللي بتنافس عربيات زي تويوتا أفانزا في نفس فئتها السعرية تويوتا فورتشنر. كل دول عربيات سبع راكب، وبتتميز بانها عربيات عائليه في المقام الاول. صالونها واسع وبتتسع للعديد من الاشخاص براحه كامله داخل العربيه. اصبحت إكسباندر بتقدم قيمه اعلى مقابل السعر، واصبحت في المنافسه دي بتنافس فئه سيارات السبع راكب، كما ان المنافسه في فئه السيارات السبع راكب مش منافسه شرسه، لان العربيات السبع راكب الموجوده في السوق المصري عددها محدود جدا والطلب عليها قليل. جت تخفيضات ميتسوبيشي على إكسباندر بحوالي 25,000 جنيه، تخفيض على جميع فئات العربيه دي، والتخفيض في مصلحه المستخدم في المقام الاول، حيث ان السوق المصري زي ما احنا شايفين بيتحرك بشكل كبير الايام دي للافضل، وما زلنا طبعا بنطالب باسعار عادله في سوق السيارات المصري. وما زلت بنصح الناس بعدم الشراء دلوقتي خالص، معاك فلوس اقفل عليها كويس علشان ما تمدش ايدك عليها، واقعد اتفرج لحد ان شاء الله ما توصل للسعر العادل، وساعتها هتلاقي كل الناس بتتكلم يلا نشتري. النهارده ان شاء الله هنتكلم على إكسباندر الفئه الاولى بتاعتها بسعر 345,000 جنيه بدل من 370,000 جنيه، بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة الثانية بتاعتها بسعر 370,000 جنيه بدل من 395,000 جنيه، بتخفيض 25,000 جنيه. العربية دي الفئة الثانية بتاعتها بعد التخفيض بقت بسعر الفئة الأولى قبل التخفيض، ودي تخفيضات قوية هتحرك العربية إن شاء الله للأفضل، مع تحفظنا على العربية إكسباندر لأن كان فيها شوية مشاكل كده من ناحية التسارع ومن ناحية الثبات في الملفات على السرعات العالية، ولكن إحنا حاليا دلوقتي بنتكلم على السعر والتخفيض. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.